السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى اخوات في الدين؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا جماعة. عليه افضل الصلاة والسلام، صلوا على النبي يا جماعة. احنا راجعين لكم تحدي جامد 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 جامد، وهنشوف بقى النهاردة تحدي وعقاب ومفيش سماح، وهنشوف انا ولا هو. انا جاهز، انا قلبي مات عن نفسي. يا سلام يا سلام يا سلام على دي. معانا سمان، كل واحد أربعة سمان. رجعنا للتحدي الجامد يا جماعة، يلا بينا يلا بينا نبدأ التحدي ونسلم ومعنا وتفضلوا معانا. ومعانا بطاطس بسلق وليمون زي القلقاس، بس احنا هنا في بورسعيد بنعملها بطاطس فرد. ومعانا ملوخية ورز. أنا كل ما بدي أبدأ حاجة أتوتر من خير تورشني اللي زي كده يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا معانا يا جماعة عشان أنا بهنا. يا ملوخياته بسم الله. من قبل ما ادوق انا عارفه ان انا تسلم ايدك يا بنتي يا شوشو. التحدي على الخضار والرز والسمان، التحدي على كل حاجه معاك. الله، الرز بالملوخيه يا جماعه انا معرفش ما كنتش بحبها ازاي، كنت عبيطة. شوية زي ماما انت مش طبخة الاكل بملح، انت طبخة الاكل بسكر. تعالي نيسك متوزية بألف هنا. محمد بيقولي مش طبخة بملح بسكر. بالمناسبة مدرس محمد بيشرب جيب منديل الشاي والقهوة من غير سكر. كل ما اعمل له شاي وقهوة يقول لي انت عاملاهم بسكر. ليه يا ماما؟ ليه؟ مش عارفة. ومصمم انه بسكر، والله ما ببقى حتى سكر. ايوه يمكن صبعي فيه سكر، ايديا فيها سكر يا ناس. شربتي يا ولاد؟ طبعا. الفيديو ده هيبقى برعاية بوزارة الموسيقى. حقوني يوسف. كل السنة يوسف معنا جمال كبير. ايه الجمال ده يا جماعة؟ كده اللي هو حط اللايك. ركز. ركز وعايز اعمل قلبان. اكتر يا جماعه. قدام مغسلات عربيات، في مغسلات عربيات قدام المغسلات. احنا يوسف عايز اعمل قلبان. لا انا اتحس من اول الشارع وانت رايح على السوق قبل سيدنا. اضطريت اصل لان امي اديت العنوان بالطريق الممل. لا يا يوسف صغيره. روح لامك. روح لامك. مش فاضيلة. روح لامك يا رب. الله. والله محتارة من الملح. الملح والسكر. الملوخية والمستاذ الاثنين احلى من بعض. حاجة كده واو واو واو. حاجة فاخر من الاخر يا شوشة. طبعا. ايه عايزة تكسبني. هتشوف. هتشوفين ايه؟ بحر.
مني يا اهدى على نفسك. انا ما فاضي يا عقاب. بص هتتخبي يا عقاب. المسته دي جميله اسطوريه البتاع التصوير اللي حصل اه بس كده دايما مبوظ لي حياتي. سبب فشل حياتي يوسف عارفين بيعيط ليه؟ عايز يهزه عمي ده خدي وخش جوه وسيبيه ما هو حلوان يبقى وزنونا الفيديو من مرتا جميلة تسلم ايدك يا بنتي يا شوشو اختياراتي مدمرة حياتي مش مالية حياتي تسلم ايدك يا بنتي يا شوش وعايز اقول حاجة السمان ده جوسي ده انت اللي جوسي يا جوسي انت من يا عايز اقول لكم الرز ده يتاكل حالي مش محتاج اي غموض والله لكم شعورك فكروني صح يا ماما لا اعملي ازعاج في الفيديو لا وعمل روح حلوة لك بصوا الاكل كله شوشو جاف ما يتاكلش ما تاكلش قوم ما اعرفش اعمل فيها قوم فعلا فعلا قلبها مات انا باكل بسرعه عشان الفيديو ما يطولش عايزه اقول لكم البيتشوبتي ابليكم فورم عامله معجزه ورا الفيديو بسبب يويو هم الدنيا كلها في الارض المشكله الاكبر انها ما عادتش عارفه تصور معايا ولا فيديو احسن عشان يبقى ليها الشرف بس ادعوله يا جماعه ايه؟ ان انا اصور الفيديوهات كلها والله الفيديوهات ملهاش طعم عايزه اقول لكم كنت هقول ايه؟ نسيت كنت هقول انا صابرني انا بتعاقب انا بتعاقب يا رب صبرني يا رب صبركم بس حطوا اللايك في اليوتيوب نسينا نحط اللمبة وبيفكرين يا ماما وبيفكرين بعد كده نحط لمبة قدامنا عشان الإضاءة عشان نظبط الدنيا بصوا فيديو فاضل طب بس يا يوسف مش من كله
وربنا نفسي يشوفوا المنظر. عسل ربنا يحميه ويشفيه. ادعوا له يا جماعه ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه من العمليه اللي دخل عليها ويحميه يا رب. وانا انسحبت والله، انا كلت سلمانه ونص ومش قادره حرفيا والله ما قادره. يلا عفوا على السريع عشان يوسف هنرجع لكم بالعقاب. اه بصوا يا جماعه رجعنا لكم بالعقاب عشان العقاب بقى من داخل الترابيزه نفسها. بس بالله عليكم قبل العقاب ما تنساش نحط اللايك ونفعل الجرس. انا عقاب هتاكل عظم من العظم بتاعها. هتاكل عظم ايه؟ لا ايه ده كمان؟ اهي لا اهي وهي اهي وهي اه الا اهي وهي وهي هي ليك عظمايه. لا ثلاث عظمات. لا طب نقل يلا بسرعه عشان في ايه ده؟ اكل عظم يا جماعه بالله عليكم. ايوه مش انت بتقول انا عايز عقاب وعايزه وعايزه؟ يلا تعاقب يا ماما بس عشان تبقي علينا. بالله عليكم ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. لسه العقاب شغال. ما بيتبلعش. أيوة والله ما بيتبلع. ايوه انت مستسلاهم صعب وسنين وجعتني وربنا ما هسيبك وربنا لا هجيبك. بس يا جماعه ده كان الفيديو بتاعنا. بالله عليكم حطوا اللايك وشجعونا عشان يوصلكم جديد كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.